La 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 la. Fortunatissimo per verità. Ya hallelujah. Oh my god, man. جاي لك ادب الكلب وده حيوان الكسلان. لا 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 سيحني. لعبة النهاردة يا لعبة الغزالة ذو القدرات الخارقة، يعني سبايدر مان تلاقي، ايرون مان تلاقي، كل الاشياء في الشيء يعني. طب بص برده بقى عامله ازاي بقى لما صلى على النبي. بص من دون لحد اخر العالم. لا تشرب. هنشوف الحوار ده بيحكي في ايه. الغزاله ذو القدرات التي لا نعلم اي، هي الغزاله الرايقه حاجه زي كده. دي ميتة ولا ايه؟ اوعى. ايه ده؟ في ايه ده؟ حادثة. سبايدر مان تلاقي، كل حاجة تلاقي. طب وبعدين؟ في ذا فلاش. الله تركب العرق. صلى على النبي يابا، قرب يابا. بص خلاص كده اعرف ان في هاي كلبة. يا فين الرقبة؟ فين الرقبة؟ اه يا عم كده يا عم. هو المفروض المبنى ده بيتفجر؟ يا سلام. أنا قصة مع البوليس. ما هي العركة لو ابتدت. ايه ده؟ ماتريكس. هلا الموضوع قلب على مزرعة القارقين. انا بعد كده اشك في الغزالة، ممكن يكون غزالة جاسوس، بس هلا من الحاجات اللي ها. ايوه كده يابا، الحمد لله فزنا على الخفان. ولا النهارده مفيش غير انا هنا. اه ما ينفعش اخش مقر الشرطه. المفروض نعمل ايه تاني؟ لا احنا ممكن نمسك الخروف. يا الله على الاحتراف. واحدة سوبر سوبليكس. ايه ده انا شايف بقرة هناك. ايه ده؟ انا المفروض اعمل ايه طيب؟ ايه يا عم اللعبة الغبية دي يا عم؟ طب المكان ده ما ينفعش اهجم عليه؟ هنشوف الراجل ده.
يا ابن الكلب. دمر دمر مترو مار هو كده متعاون معايا. يعني في سمكة طايرة، هو بتقال اللي طور اللعبة دي وعملها كان مصطبح. يا حلولي يا او ماي جاد جاي لك ادب الكلب. وده حيوان الكسلان. لا 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 يسيحني يلوي. سوبر معيز تكلم يا اسطى واعمل اي حاجه معايا. اضرب 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 اضرب. الله، المفروض ان احنا هنروح نضرب الراجل ده تاني صح؟ ايه احنا بنعيد من الاول؟ خمس يابا. العربية بتمشي على المية. انا عمري مش في حياتي ما شفت عربية بتمشي على المغرب غير في جاتا، بس بتعمل لها شفرة. يابا الجلطة دي يابا. هو ايه يا اسطى اللي بيطير ده؟ يا عم الفيل. الفيل مطلع. هم جايين. هم رقص هم رقص نجر بس. اه يا عم خد يا اسطى ستو. بالله عليكم تقولوا لي ايه ده؟ يعني احنا كده دخلنا في عالم الهلس. حصان هنا تعالى. ايه فتح صدرك ده ليه؟ طب انا اول مره اشوف الحوار ده. يعني ايه غزاله راكبه حصان؟ ايه ده؟ بقول لك انت ما تنفعش، انت غير صالح. تعالى الله وفي ده. ايوه اعتقد ان ايوه انت. تعالى معلم يلوي. لا 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 يا المسدس. بعيد من الاول. ايه يا عم ده يا عم؟ مش لاعب انا يا عم، مش لاعب. الى هنا وتنتهي الحلقة الغبية الغير مفهومة بتاتا على الاطلاق. انا حاسس ان هو مش عارف والله، حاسس ان هو في حد مبرشم او انا مبرشم. جدعان انا ما انصحكوش تلعبوا اللعبة دي غير لو انتوا متخلفين او انتوا عايزين يجيلكوا اي حاجة في دماغكوا. خلاص انا بنصحكوا باللعبة دي. اما لو انت بني ادم عادي اوعى تفكر ان انت تلعبها تاني. يلا سلام.